السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وهذا هو فطوري. بعلمكم على طريقة لا تجعل سكر الدم يرتفع إلى معدلات عالية. الآن الترتيب بالأكل هنا سيؤثر بارتفاعات سكر الدم. لو بديت بالعسل أو المربى، تأكد أنه سكر الدم سيرتفع إلى معدل أعلى، مع أنك تبي تأكل نفس الأصناف. أما إذا بديت بشيء دهني، يعني مثلا عندي هنا فول وزبدة أو شكشوكة، وبعدين انتقلت إلى المربى أو العسل، لن يرتفع سكر الدم للمعدلات مثل لو أنت بدأت بالعسل أو المربى. طيب وش الفائدة من أن سكر الدم لا يرتفع بشكل سريع؟ حتى لا تهيئ الجسم لتخزين دهون جديدة، وعشان ما يجيك خمول ما بعد الأكل. بعض الناس إذا أكل خلاص خامل مار جو نوم بده ينام. هنا بمعنى ثاني، تجعل الجسم يستغل الطعام الداخل كطاقة بشكل أكبر بشكل أكبر وبس. يعني مثلا نفس الحكاية، لو كان عندك فواكه مثلا ورز وسلطة، حيفرق الترتيب انك تاكل فاكهة رز بعدين سلطة، او انك تاكل سلطة في الاول بعدين رز بعدين فاكهة. السلطة في الأول هنا ستغير في ارتفاع سكر الدم بتقليله، تقليل امتصاص النشويات. كذلك الدهون تفعل نفس الشيء. هنا عندي جبنة ماعز سائل، هنا عندي تونة مربى عسل، جبنة مع مقدوس، هذه اللذيذة اللي هي جبنة الماعز السائل.